فيديو حرائق لخزان وقود انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالبحث والتحري اتضح انه عملية استهداف من طائرة مسيرة انتحارية تابعة للجيش الاوكراني، شنت هجمة عالية الدقة وفقا لوسائل الاعلام الاوكرانية. استهدفت خزان وقود في مدينة فولجوغراد الروسية اللي بتقع في الجنوب الغربي لروسيا. واضح ان الهجمات كانت بسرب من المسيرات الاوكرانية الانتحارية، لان في نفس الخبر كان في اضرار اصابات محطات استراتيجية في مناطق زي روستوف وبلغرود. يعني خلينا نشوف الفيديو. А я сейчас утром был, там уже камеру вот туда. Первый взрыв, блядь, у меня аж окна все поэтлись, блядь. Ну, Черкасы, блядь. Потом еще один взрыв. Но я на порожке как раз вышел покурить. رواد موقع اكس كان ليهم تعليقات على فيديو استهداف المسيرات الانتحارية الاوكرانية لمخازن الوقود الروسي. خلينا نبدأ ونشوف اول تعليق كان من لاين اكس، كتب الواضح ان الحرب دي هتتصاعد هذه السنة. كمان كان في حساب كان باسم تيمانسكي كتب وقال اذا كانت دي النتيجة فندحها تمطر الاف من الطائرات، طبعا بيقصد المسيرات الانتحارية الاوكرانية تراز يو اي في. وكمان كان في تعليق من فيرجو كتبت وقالت الشظايا اللي سببت حريق خزانات الوقود شكلها متقلب جدا.